السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا فيديو بعد سنة من آخر فيديو نزلناه. بس أخيرا وبعد غياب رجعنا لكم فيديو قصير كده ومفيد جدا للناس اللي هي مهتمة جدا بالفوتوغرافيا والكلام ده. بس قبل ما نخش في موضوع الفيديو، لو انت بتتفرج على الفيديو ده على الفيسبوك يا ريت ما تنساش تعمل لايك للبيج ولايك للفيديو، ويا ريت تشاركنا برأيك في كومنت صغير، ويا سلام لو منشن لاصحابك. ولو بتتفرج على الفيديو ده على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو. النهارده هنتكلم على برنامج اسمه ري ميني انهانس. برنامج ري ميني انهانس هو برنامج لتحسين الصورة. بص حمادة هلال لو زنقني لو بيشتغل على الصور اللي هي اوت فوكس، او الفوتوغرافرز بيقولوا عليها اوت فوكس، اللي هي الصور اللي بتحس ان هو الوش مدغوش او مش واضح بما فيه الكفايه او فيه هزه الكلام ده. بس البرنامج ده عيبه الوحيد ان انت ما ينفعش تعدل اي صوره غير الصوره اللي فيها وش انسان، لان المفروض ان البرنامج ده شغال بحاجه اسمها الاي اي اللي هي الارت افيشنت انتليجنت، هي معناها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده بيعمل على وش البني ادم ان هو بيقرا الملامح وبيبدا ان هو يحسنها ويبرزها علشان يعالج مشكله الاوت فوكس. برنامج انهانسر موجود منه نسخه للموبايلز بس، موجوده للاندرويد والاي او اس والايفون، مفيش منه اي نسخه للكمبيوتر، ولسه لحد دلوقتي مشكله الاوت فوكس دي مش موجود لها حل واضح على الكمبيوتر. البرنامج ده هو برنامج مجاني بس بيشترط عليك ان انت تتفرج على اعلان مدته تقريبا 23 ثانيه قبل ما يحسن الصوره. علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده نخش في الفيديو على طول. بتفتح برنامج ريميني انهانس وبتختار، بيبقى عندك فيه ثلاث اختيارات فوق كده، انهانس انهانس بلس وفيديو انهانس. هنخلينا دلوقتي في انهانس لان تقريبا انهانس بلس دي حاجه بفلوس، والفيديو انهانس انا ما جربتوش قبل كده بس هوريكم فيديوهات جايه ان احنا ان شاء الله هنجربه. هنخش على انهانس، تمام، يطلع لك كلام كتير يجي في الاخر يوز ات او استخدم، هنتكل على يوز ات. بعد كده يفتح لك الصور اللي موجوده على الموبايل عندك، تختار الصوره اللي فيها المشكله اللي انت عايز تعالجها. هيعرض لك الصوره وهتلاقي فيه تحت علامه صح، بكل بساطه هتتك عليها. هتلاقي هو كاتب لك تحت جيت يور تاسك افتر سينج ان اد، يعني هتحصل على اللي انت عايزه بعد ما تتفرج على ايه برنامج مادي يعني. هتتك على علامه الصح البرتقاني، هيطلع لك طبعا ان هو بيحمل. بس بعد ما الاعلان اخيرا خلص هنتك على الاكس الصغيره اللي فوق وهيبدا يحمل لنا الصوره قبل وبعد. فوزي تعالى بص على النتيجه يا فوزي. على فكره فوزي عملها، تعالى بص تعالى اظهر معاك الفيديو، اخد شويه لايكات من بتوع تيك توك. تاني ده لفت نظرك؟ لا بس اشتغل، لا حول موي كان بقى خالص يا بس ظبط ويتش از نايس. مش موجودة في الفوتوشوب نسيب يا زميلي. كده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. عارف ان الفيديو النهارده قصير وان انا غريب جدا في الفيديوهات، بس في كام حوار في حياه البني ادم بالظبط كده بالظبط كده. المهم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو هنا او على الفيسبوك، وتعمل لايك للبيج لو انت على الفيسبوك، وتعمل اشتراك في القناه لو انت على اليوتيوب، وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام والفوزي على انستجرام. هسيب لكم لينك بتاع الانستجرام بتاعه تحت في الديسكربشن. ما انا قلت ولا بس اشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. سلام. انا مش في الصوره يا زميلي. انت كنت في الصوره وانت بتتفرج بصراحه. والله قرب كده زي ما انت كنت مره اهو يا زميلي. انت سؤال يا زميلي كده يا زميلي اهو كده يا زميلي اطلع انا مش اروح. انت اوت اوف فوكس يا اسطى، نزل برنامج انهانس.